تاكلي. يلا اختاري، تختاري تاكلي المخلل ده ولا تفتحي البيضه الكندر اللي معاكي؟ افتح البيضه الكندر معايا. يلا رجعي. لا لا، خدي المخلل احلى. لا خدي انت يا عمر، تاخد المخلل ولا البيضه الكندر؟ برضو الاثنين يا جماعه رفضوا المخلل وعايزين يفتحوا البيضه الكندر. يلا نفتحها. عمر طبعا اللي بيفتح، هو هيفتحها دلوقتي عشان نشوف هنكسب ايه. يا رب نكسب حاجه حلوه قوي قوي. دي من الغاليه دي. دي ايوه من البيضه الكندر الاصليه الغاليه، بيكون فيها ناحيه شوكولاته وناحيه دي ايه دي دول صنع. فين اللعبه؟ انهي اللعبه؟ دي اللي معاك اللعبه. انت نسيت اللي انا الفتاح. افتح يا عمر يلا عشان نشوف اللعبه فيها ايه. يا رب يكون فيها دي حلوه. يا رب يا رب يكون فيها عروس. يا رب يكون فيها عربية عشان عمر اللي هي دي ولادي اهي. ولادي فعلا علشان هي زرقاء من فوق. يلا يا عمر افتح يلا. حمرا من تحت. ثانية ثانية. ها ها يلا يا عمر. واو ايه ده؟ الله انا أول مرة أشوف الهدية دي. الله الله بجد رهيبة. افتح لنا التعليمات بقى. الله يلولي شكلها حلو جدا. ايه يا ماما؟ معرفش ده هتعمل شكل ايه. يا عمر هيركبها. بصوا جاي معاها ايه يا جماعه؟ جاي معاها ستيكر كمان. ستيكرز على شكل بنت. بس هي ازاي ولاد يا عمر؟ ولد. شكلها بنات. بنت وولد. بنت وولد. بصوا يا جماعه ولد. مرسوم عليها، استنى بس اوري الناس، مرسوم عليها بنت وولد وسط فراوله اهو، ومرسوم عليها كمان ستيكرز بنت وولد. ده هيتحط عليها بعد ما تركب يعني. لا خلاص انت اللي. وده كمان بنت وولد. معرفش هي شكلها ايه. يلا يا عمر ركبها كده. بس دي على دي ودي فوق دي، وبتحط عليها البتاه. ماما متحمسه بالشوكولاته. يلا بقى نفتح نشوف الشوكولاته شكلها ايه يا جماعه. واو يا سلام، شكلها طعمها هيكون حلو قوي لولي. ايوه كليها. بس ادي اخوكي نصها ماشي. انت كوره وعمر كوره، اتفقنا؟ ايوه ماشي. يلا يا عمر ورينا الشكل بقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه هي كده اهي تقريبا. دي ميداليه يعني ولا ايه يا عمر؟ لا احنا هنحط دي كده في هنا. عجبتك يا لولي؟ يلا هقلو. شوفوا يا جماعه لولي الشطوره بتاكل هي بتاكل نفسها يعني، انا افتكرتها هتاكل عمر. يلا قولي لاصحابك يعملوا لك لايك. العالم ذهب. باي. استنوا استنوا تشوفوها. طيب يلا يا عمر وريها لهم اهي. شايفين يا جماعه؟ لا فوق الحمراء اكيد يا عموري. بس هو انت هتقفلها كده كده اهو، وهتحطها بقى هنا هنا. متأكدة؟ بس تظبطها كويس علشان تتحط كويس هنا. شاطر عمولي، شاطر جدا يا جماعة وذكي جدا. يلا باي بقى يا أصحابي.